طيب عشان اطلع قيمه السي ده ستار هاخد بقى الترم الاول مع الترم الايه؟ مع الترم الثاني. فيبقى احنا هنا المفروض ان احنا عندنا في ماينس اتش وهنا عندنا اف بلس ايه؟ واي نوت ولا العكس؟ ماشي. الكلام ده المفروض ان هو بيساوي الاي على الفي. بيساوي الاي على الفي. طيب لما نيجي نعوض هنخلي بس هنبسط الكلام ده تمام؟ يعني نعوض بارقام في الكلام ده عشان الايكويشن هنا ما تكونش ايه؟ ما تكونش صعبه. طيب لو احنا مثلا جينا في الايكويشن بتاعت الاف دي يا جماعه، لو جينا في الايكويشن بتاعت الاف هنبدا ان احنا نعوض هنا. طبعا ال ده بكام؟ ال ب 25 تمام؟ والبيتا رايز اي زاويه عندك طالما بره الساين والكوزاين هتعوض عنها بالايه؟ بالراديو. يبقى البيتا رايز دي سكوير هتخليها 120 في باي على 180 الكل سكوير. فتلاقي ان الاف اوف سيتا معاك بتطلع ب 11.4 سيتا سكوير. خلاص كده؟ طيب نفس الكلام هنا، اشيل ال واكتب 25 واشيل البيتا رايز واكتب 120 في باي على 180، فتطلع دي 22.8 في سيتا. تمام؟ طيب الاكسلريشن خلاص، الاكسلريشن دي مش هبقى محتاجها يعني. طيب لو انا جيت اعوض بقى في القانون اللي فوق ده، هشيل ال في دي واكتب كام؟ 22.8 سيتا ناقص اتش. ال اتش دي بكام؟ ال اتش دي ب 20. وهشيل الاف واكتب كام؟ 11.4 سيتا سكوير بلس الواي نوت اللي احنا جبناها فوق. الواي نوت دي هتطلع 59.2 فدي 59.2. الكلام ده بيساوي الاي على الفي. لو انت خدت المعادله بتاعت الاي وقسمتها على المعادله بتاعت الفي هتطلع كام؟ هتلاقي ان اصلا الفي 4 ال على بيتا رايز سكوير بس نضرب في سيتا، ودي 4 ال على بيتا رايز سكوير، فالكلام ده يطلع لك ايه؟ 1 على سيتا. ودايما في حاله البارابوليك الترم اللي هو الاي على الفي ده بيطلع 1 على سيتا في الاخر. خلاص؟ طيب طرفين في وسطين بقى وايه؟ وحل الايكويشن. طبعا ما تعملهاش سيفت سولف، يعني اضرب طرفين في وسطين وحلها معادله من الدرجه الثانيه، وبالتالي احنا نقدر نطلع قيمه السيتا ستار. خلاص؟ يبقى دي كده قيمه الايه؟ السيتا ستار اللي عندنا. طيب السيتا ستار هنا هتطلع كام؟ طبعا انت لما تحل الايكويشن دي خلي بالك، لما تحل المعادله دي هتطلع قيم السيتا بالراديان. يعني المعادلة هتبقى حاجة سيتا تربيع زائد حاجة في سيتا زائد رقم سالب بتساوي زيرو. فلما تحلها على الكالكوليتور هتطلع السيتا ستار ده بالراديان. فأنا السيتا ستار دي هتطلع ب 3.3. خلاص؟ دي كده وحدتها إيه؟ وحدتها راديان. وهيطلع رقم تاني بالإيه؟ بالنيجاتيف. خلاص؟ فالرقم النيجاتيف ده بالنسبة لنا هيكون إيه؟ ريفيوز يعني، مرفوض. يبقى إحنا خدنا الرقم ده. طيب طبعا الراديان يبقى انا محتاج اجيبها بالديجري، فاقول ان السيتا ستار بيساوي كام؟ اخد 3.3 دي ونبدا ان احنا نحولها، فدي هتطلع كام؟ هتطلع ب 190 درجه. تمام؟ طيب طلعت كام؟ 190 درجه. السيتا ستار دي لما تطلع برقم اكبر من الجاما في حاله البارابوليك يبقى احنا ما بناخدهاش، بنرفض الرقم ده وبنقول ان السيتا ستار بيحصل عند نقطه الايه؟ نقطه الجاما. تاني الشوط بتاع البارابوليك، في الشوط بتاع البارابوليك انت بتروح تحسب قيمه السيتا ستار. خلاص؟ فاحنا بنكتب الكيس ده بالنسبه للبارابوليك، بالنسبه للبارابوليك. لو انت بتحسب لقيت ان انت عندك السيتا ستار دي طلعت اكبر من نقطه الجاما، طلعت اكبر من نقطه الجاما، يبقى انا هقول ان السيتا ستار بيساوي الجاما. خلاص؟ يبقى لو السيتا ستار وانت بتحسبها طلعت اكبر من الجاما مش هاخد الرقم اللي انا طلعته. هقول ان السيتا ستار بتاعتي المفروض ان هي بتساوي الايه؟ بتساوي الجاما. كان ده في مشكله؟ طيب فانا هنا السيتا ستار دي طلعت ايه؟ حتى اكبر من البيتا رايز كلها،
فانا هقول يبقى احنا طبعا دي هنقول ان هي ريفيوز يعني الرقم ده مرفوض، وهنقول ان احنا عندنا السيتا ستار ده المفروض ان هو بيساوي الجاما، والجاما عندنا بكام؟ ب 60 درجه. يبقى انا السيتا ستار هتكون عندي ب 60. هل الكلام ده فيه مشكله؟ ها؟ يبقى انا اللي احنا عملناه بنشوف نوع الحركه في الشوط ايه؟ طلعت بارابوليك، رحت جبت الايكويشن، وفي حاله البارابوليك فيه معادلتين، احنا هنا بنشتغل بالمعادله الصغيره اللي هي بيفور انفليكشن، جبت الايكويشن فضلتها مره جبت البي الصغيره، فضلتها مره جبت الاي، بعد كده عاوز اجيب السيتا ستار الزاويه اللي بيحصل عندها ماكسيمم بريشر انجل. بعد كده ابتديت ان انا اخد، انت عندك المعادله بتاعت المينيمم كام سايز ده فيها ثلاث ترمات، انا كنسلت الترم بتاع التان فاي ستار اللي ده المجهول اللي عاوز اجيبه، وخدت الترمين التانيين هحلهم مع بعض عشان اطلع قيمه السيتا ستار. قيمه السيتا ستار في حاله البارابوليك لو طلعت اكبر من الجاما مش باخدها معايا في الحل، وبشتغل ان السيتا ستار هي الجاما اللي في المساله. والجاما دي لو مش جيفن احنا بنفرضها ببيتا على الاثنين. طيب بعد ما خدت القيمه دي خلاص انا عاوز بقى اروح اجيب قيمه التان فاي ايه؟ التان فاي ستار. صح؟ طيب عشان تجيب التان فاي ستار ما انا هاخد الترم ايه؟ خد اي ترمين منهم وعوض، الاسهل ان انا اخد مين؟ الاي على الفي. خلاص يبقى الاي على الفي ده داخل معاك في كل الحالات في حلول المعادله وفي الايه؟ وفي في الحساب الاخير يعني. فانا هقول ان احنا عندنا هنا ان تان فاي رايز ستار الكلام ده المفروض ان هو بيساوي الاي على الفي، والاي على الفي في الحاله ده بيطلع كام؟ واحد على سيتا. طب دي انه سيتا؟ سيتا ستار. خلاص كده؟ طيب وطبعا السيتا ستار معاك بكام؟ معاك ب 60، فلو انت عوضت تقدر تطلع الفاي رايز ستار او الماكسيمم بريشر انجل. فالماكسيمم بريشر انجل هنا هتطلع ب 43 و 68 من 100 درجه. يبقى ده كده المطلوب الاول في المساله. طيب دي فيها مشكله؟ طبعا هتلاقي المسائل بتاعت الكمات سيستماتيك، سيستماتيك جدا يعني. يعني لو انت فاهم الخطوات او حتى مش فاهم انت حافظ الخطوات اللي انت بتعملها هتلاقي نفسك بتحل المسائل اسهل من الجزء بتاع الروبوتكس كمان. طيب الشوط الثاني بتاع الريتيرن احنا هنعمله عشان فيه حبه اختلافات بسيطه المفروض تخلي بالك منها يعني. الشوط بتاع الريتيرن هو محدد لك نوع الحركه ايه؟ سمبل هارمونيك موشن. فسمبل هارمونيك موشن هتروح تجيب المعادله اللي فيها ايه؟ كوساين. تمام؟ طيب فاحنا هنقول هنا ان احنا عندنا ان الاف اوف سيتا المفروض ان هي بيساوي المعادله بكام بقى؟ الا على الاثنين الا على الاثنين واحد ناقص كوزاين واحد ناقص كوزاين باي سيتا على بيتا باي سيتا على بيتا. طيب يقول لك ان الايكويشنز اللي عندك جيفن دي احنا بنستخدمها في شوط الرايس، لكن في شوط الريتيرن المفروض ان انت بتعمل شويه تعديلات على المعادلات اللي عندك دي. فانا في شوط الريتيرن المفروض بعمل تعديلين. خلاص؟ طبعا التعديل الاول بسيط كلنا عارفينه اللي هو ايه؟ احنا هنا في الرايس كنا بنحط البيتا بيتا رايس. اكيد هنا البيتا نخليها ايه؟ بيتا ريتيرن. طيب دي حاجه، الحاجه الثانيه هنشيل كل سيتا واخليها الفا. شيل كل سيتا وخليها الفا. طيب مين الالفا؟ المفروض ان احنا عندنا الالفا دي هي عباره عن السيتا نوت ماينس السيتا. سيتا نوت ماينس السيتا. السيتا نوت ده رقم ثابت. المفروض ان هو بيساوي ايه؟ بيساوي البيتا رايز زائد البيتا ابر دويل زائد البيتا ريتيرن. خلاص كده؟ والثلاثة بيكونوا عندك جيفن في الايه؟ جيفن في المسألة. يبقى السيتا نوت ده رقم، مجرد رقم بتجمع الايه؟ ال 120 وال 90 والبيتا ابر دويل برضه هتلاقيها جيفن عندك. طيب ويبقى الالفا بيساوي السيتا نوت ماينس الايه؟ ماينس السيتا. في الريتيرن انا بعمل الحاجات دي. طيب هيقابلك مشكله ثانيه اللي هي ايه مثلا؟ انا لما كنت باجي اجيب الفي كنت بفاضل الاف بالنسبه للسيتا، انت كده شلت لنا السيتا خالص. انت شلت كل سيتا وخليتها الفا. فانت هنا بالنسبه لك ممكن تفاضل الاف بالنسبه للالفا وتضرب في تفاضل الالفا بالنسبه للسيتا. طيب تفاضل الالفا بالنسبه للسيتا ده بكام؟ فاضل المعادله دي بالنسبه للسيتا تطلع كام؟ سالب واحد. سالب واحد. يبقى الدي الفا باي دي سيتا ده سالب واحد. يبقى انت في الريتيرن بتعمل التعديلات دي وقبل ما تيجي تفاضل كل مره تضرب في سالب واحد، ده بتاع ايه؟ ده بتاع الدي الفا باي دي سيتا، بس هفاضل بقى بالنسبه للالفا. تمام؟
طيب فلو احنا جينا هنا هنعمل التعديلات هنقول ان البيتا دي اسمها بيتا ريتيرن وهنشيل الثيتا اللي في القانون ونخليها ايه؟ ونخليها الفا. طيب حاجه كمان بالنسبه للسمبل هارمونيك موشن والسايكلويد، لو عاوز تسال على نفسك الحل بدل ما تفضل تخلي المعادله كلها باي الفا على بيتا ريتيرن، لا ممكن تعوض عن البيتا ريتيرن ديت او البيتا رايز عشان تبسط الشكل شويه. ازاي؟ دلوقتي عندك البيتا ريتيرن بكام؟ 90. طيب ما انا عندي البيتا ريتيرن دي ب 90 وال 90 دي اللي هي كام؟ باي على الاثنين، صح؟ يعني انا لو خدت الباي على الاثنين دي وحطيتها هنا مكان البيتا ريتيرن هيبقى باي على الاثنين، الباي راحت مع الباي وتفضل كام؟ 2 الفا، وبقى شكل المعادله ايه؟ اسهل، يبقى انت عندك ال على الاثنين في 1 ناقص كوساين 2 الفا، يبقى بدل الكعبله دي كلها عملت ايه؟ اختصرت الاختصار ده. يبقى ده في حاله السايكلويد والسمبل هارمونيك موشن يفضل قبل ما تعمل عمليه التفاضل ان انت تعوض عن البيتا رايز او البيتا ريتيرن عشان تبسط الشكل شويه. تمام كده؟ طيب بعد كده هبدا ان انا افاضل. فلما افاضل التفاضل الاول يبقى احنا كده جبنا مين؟ الفي. طيب ده احنا بنفضله بالنسبه المفروض للسيتا، وما فيهوش غير الفا، ده لازم تضرب في نيجاتيف. يبقى انا قبل ما اعمل اي حاجه ضربت في نيجاتيف اهو. يبقى نيجاتيف ال على الاثنين في كام بقى؟ تفاضل الواحد ده خلاص تفاضل السالب كوساين بموجب ساين بموجب ايه ساين، وما تنساش تضرب في اللي جوه الايه؟ الزاويه، يبقى احنا عندنا هنا 2 ساين 2 الفا. 2 ساين 2 الفا. خلاص؟ يبقى الفي دي المفروض ان هي طلعت عندنا كام؟ الاثنين دي راحت مع الاثنين دي، يبقى احنا عندنا سالب ال وهنا عندنا ساين 2 الفا. اجي بعد كده اجيب القيمه بتاعت الاكسلريشن ريديوس اكسلريشن، هفاضل ده بالنسبه للالفا برضه. لازم تضرب في مين؟ في السالب تاني. لما تضرب في سالب السالب هيضيع السالب، ويبقى احنا عندنا هنا ايه؟ 2 ال، وهنا عندنا كوساين 2 الفا. يبقى 2 ال كوساين 2 الفا. دي فيها مشكله؟ ايه الخطوه اللي بعد كده؟ اجيب مين؟ الثيتا ستار، اللي هي الزاويه اللي بيحصل عندها الماكسيمم بريشر انجل. طيب الثيتا ستار دي عشان اجيبها تبص للقانون بتاع المينيمم كام سايز؟ ثلاث ايه؟ ثلاث ترمات، اشتغل بانهي ترمين؟ اول اثنين. هما اللي هو الفي ماينس الاتش على الاف بلس واي نوت بيساوي الاي على الفي. صح؟ بس انا المره دي بقى مش هجيب الثيتا ستار، احنا هنجيب مين؟ الالفا ستار. يبقى كل حاجه في الريشوت الريتيرن الالفا خدت ايه؟ خدت مكان الثيتا. تمام؟ طيب فلو احنا جينا نعوض طبعا هنشيل الفي ونحط الايه؟ الكلام ده. خلاص طبعا هنا حل المعادله بيكون صعب شويه. هنشيل الفي ونحط ناقص ال، ال دي كانت بكام؟ كانت ب 25، فدي تطلع عندك ناقص 25 في ساين 2 الفا، وهنا عندنا ماينس الاتش، الاتش دي اللي هي كام؟ 20. بعدين عندنا الاف اللي هي فوق ديت ال على الاثنين، يعني 12 ونص في 1 ناقص كوساين 2 الفا بلس الواي نوت، والواي نوت كام بكام؟ 59.2. الكلام ده المفروض بيساوي الاي على الفي. لو احنا قسمنا الاي على الفي ده هيطلع كام؟ هيطلع 2 ال كوساين 2 الفا على نيجاتيف ال ساين 2 الفا، فيبقى عندنا المفروض ان احنا عندنا نيجاتيف 2، والساين على الكوساين تحت هيبقى عندنا كام؟ تان 2 الفا. خلاص؟ طيب او ممكن تخليها ساين وكوساين، سيبها ساين كوساين واضرب ايه؟ طرفين في وسطين. طبعا المعادله دي حلها ايه؟ شيفت سولف، وياتيجي يا ما تجيش يعني. خلاص؟ فدي هتطلع الالفا عندك ب 36 درجة. هيطلع ان احنا عندنا الالفا ستار في الحالة دي 36 ايه؟ 36 درجة. خلاص؟ المسائل دي كلها صعوبتها في الجزء بتاع لو سيمبل هارمونيك أو سايكلويد في الجزء بتاع حل الإيكويشن ده. خلاص؟ فهنا احنا جبنا الفاي ستار بتساوي كام؟ 36 ايه؟ 36 درجة.
طيب احل المعادلة ده موجود، يعني انا ممكن حد يصوره مثلا بالموبايل بعد ما نخلص ويرفعه يعني عشان ما ناخدش وقت يعني. فهنا طلعنا الفاي ستار ده بكام؟ ب 36، الالفا ستار ب 36. بعد كده عاوز اجيب التام فاي بقى، يبقى انا هقول ان احنا عندنا تام فاي ريتيرن ستار بيساوي الاي على الفي، والاي على الفي احنا طلعناه بكام؟ طلعناه بسالب 2 على تان 2 الفا ستار، صح؟ خلي بالك من حاجه، واحنا في شوط الريتيرن بنحط اشاره نيجاتيف مع البريشر انجل، يبقى احنا هنا بنحط اشاره نيجاتيف. خلاص، يبقى في شوط الريتيرن اي بريشر انجل لازم تحط لها اشاره ايه؟ اشاره نيجاتيف. تمام؟ ومعانا الالفا ستار دي، فتقدر تحسب الفاي ريتيرن. فالفاي ريتيرن دي هتطلع كام؟ 32.8. المسألة بتاعت المينيمم كام سايز زي ما قلت لك حاجة من الاثنين، خلاص؟ يا إما إن هو يكون مديك الـ H والـ Y نوت أو الـ R base يعني وتجيب منها الـ Y نوت، ويكون طالب الماكسيموم بريشر أنجل، ساعتها ده المسألة اللي إحنا حليناها بالأرقام دي. في مسائل تانية بقى ممكن إن هو يكون مديك الماكسيموم بريشر أنجل بكام وطالب منك الـ H والـ Y نوت بكام. فساعتها هتيجي هتحل نفس الحل، بس لما تيجي تجيب السيتا ستار تعمل إيه؟ هتاخد الترمين دول مع بعض في شوط الرايز. معاك ايه؟ معاك تان فاي رايز ستار بيساوي الايه على الفي. خلاص؟ وحل المعادله دي، هات السيتا ستار. وبعد كده خد ده مع ده، تمام؟ اسهل يعني. بقول ان احنا عندنا تان فاي رايز ستار بيساوي ايه؟ الكلام ده. فهيطلع ان انت عندك معادله فيها مجهولين اتش واي نوت. صح كده؟ هتسمي المعادله دي رقم كام؟ رقم 1. بعد كده تروح لشوط الريتيرن تعمل نفس الكلام وهتطلع معادله من الاتش والواي نوت، سميها المعادله رقم 2 وحلهم مع بعض، هتجيب الاتش والايه والواي نوت. فده اللي هو النوع الثاني من المسائل في الايه في الجزء بتاع المينيمم كام ساين. دي اللي هو الدكتور حل عليها في المحاضره، المفروض المساله اللي هي الدكتور حلها في المحاضره. تمام كده؟ طيب عشان احافظ على الكونتاكت اللي حاصل ما بين الفولور وما بين الكاما، هنبدا ان احنا نحط سبرينج. ايه الفايده بتاعت السبرينج؟ او السبرينج ده عباره عن ايه؟ طيب هنعرف كده بسرعه ايه يعني ايه كلمه سبرينج، وبعد كده هنروح نشوف هنلاقي ازاي بنستخدمه في الكامة دي. السبرينج زي ما قلنا عبارة عن إليمنت مفروض ان هو بيخزن بوتنشال انرجي. لو انت او إلاستيك إليمنت انت ابتديت ان انت تأثر عليه بكمبريشن، فهو ايه؟ طوله هيبدأ ان هو يقل، بس هيتولد جواه فورس بتحاول ترجعه لطوله الأصلي. خلاص؟ يعني ايه؟ يعني انت كنت جايب سبرينج مثلا طوله الفري لينث مثلا 60، رحت انت ضغطته لحد 50، ايه اللي حصل؟ قللت الطول بتاعه شويه، فهيتولد جواه فورس بتحاول ترجعه لوضعه الاصلي. فلو السبرينج ده بالنسبه لنا كان مضغوط، لو السبرينج ده مضغوط ايه اللي يحصل؟ الفورس اللي هتتولد فيه هتحاول تطوله، فتحاول تطوله، يبقى الفورس اللي هنا هتبقى ماشيه ازاي؟ جايه كده. والفورس اللي هنا جايه ازاي؟ جايه كده. ليه؟ لان هو اتضغط، فالفورس بتحاول ترجعه لوضعه الاصلي. طيب قيمة الفورس اللي اتولدت فيه بتساوي ايه؟ أي سبرينج ليه حاجة اسمها السبرينج ستيفنس. السبرينج ستيفنس ده التعريف بتاعها أنت محتاج فورس قد إيه عشان تضغط السبرينج مثلا مسافة 1 متر مثلا. يعني لو الكي ده وحدته نيوتن لكل متر، يبقى هو الفورس اللي أنت محتاجها عشان تضغطه 1 متر. فالفورس اللي بتتولد فيه بتبقى عبارة عن الكي في المسافة اللي أنت ضغطتها له، اللي هو في المثال اللي قلت لك عليه الفري لينث كان 60. ضغطته انت ل 50، يبقى انت الطول قللته كام؟ 10. يبقى الفورس اللي تتولد فيه 10 في الكي. تمام؟
اي سبرينج بتستخدمه في ابلكيشن ما ينفعش ان انت تستخدمه بالفريلانس، لازم تكون ضغطه شويه. الشويه دول احنا بنسميهم الدلتا، اللي هو الانيشال ايه ده، بنسميه الانيشال ديفليكشن. خلاص يبقى كده بنسميه الانيشال ديفليكشن بتاع الايه، بتاع السبرينج. تمام كده؟ الكلام ده فيه مشكله؟ يبقى انا هاخد السبرينج ده بقى واركبه في الميكانيزم بتاع الكام والايه، الكام والفولور، ونشوفه ازاي بيحافظ على الكونتاكت اللي عندي. المفروض ان احنا هنا هنيجي فوق الجزء بتاع الرولر ده، تمام، هنا كده، وهنبدا ان احنا نركب الايه، نركب السبرينج. طبعا اللي فوق دي حيطه او جايد، يبقى انا السبرينج بتاعي المفروض ان هو راكب فين؟ يبقى احنا السبرينج بتاعنا المفروض ان هو راكب في الحته دي كده. خلاص يبقى الجزء اللي هنا ده اللي هو الايه، السبرينج. طيب السبرينج ده لازم يكون مضغوط حتى في الاول خالص قبل ما الفولور يطلع ولا اي حاجه، لازم يكون ايه، لازم يكون مضغوط. طب هو لما يبدا ان هو يتضغط هيتولد فيه فورس ازاي؟ بتحاول ترجعه لوضعه الاصلي. لما تحاول ترجعه لوضعه الاصلي يبقى الفورس اللي، الفورس اللي في الناحيه ديت او اللي عند الرولر هيبقى اتجاه تحت ولا لفوق؟ نفس اللي احنا رسمناه هناك بالظبط، بيحاول يرجع لوضعه الاصلي، فالطرف اللي تحت هيبقى الفورس بيأثر لتحت اهو. يبقى طالما هو بيأثر لتحت هيفضل محافظ على الكونتاكت ما بين الرولر والفولور، وهيبقى القيمه بتاعته كي في الدلتا، بس سيب القوس دلوقتي مفتوح، الدلتا دي اللي هي الانيشال ديفليكشن بتاعك. وفي واحده زيها بتأثر فوق على الجايد اللي هو الحيطه اللي متثبت فيها السبرينج، بس دي ماليش دعوه بيها، ما بدرسهاش دي. تمام؟ طيب دلوقتي لما الكامه تبدا انها تلف، الفولور هيبدا ان هو يطلع. الفولور وهو طالع الجايد الحيطه دي ثابته، السبرينج متوصل ما بين الحيطه والرولر، يبقى السبرينج بيحصل له ايه تاني؟ بيتضغط، بيتضغط اكتر. طب هو الفولور ده بيطلع لفوق مسافه قد ايه؟ اف اوف سيتا او واي، مش قلنا ده الديسبيسمنت بتاعته؟ صح؟ يبقى اذا احنا نقدر نقول ان عند اي لحظه عشان تحسب الفورس بتاعت السبرينج هي عباره عن ايه زائد ايه؟ الكي في الدلتا بلس الواي. الدلتا دي اللي هو الانيشال ديفليكشن، لان هو اصلا انت حطيت السبرينج مضغوط شويه من قبل ما الفولور يتحرك ولا اي حاجه. وبعد كده كل ما الكامه تلف كل ما بيتضغط اكتر بيحصل الفولور يطلع لفوق واي فيضغطه واي، فيبقى ده كي في الدلتا بلس الايه؟ بلس الواي. يبقى دي كده اول فورس اللي هي الفورس بتاعت السبرينج. ليه انا حاطط السبرينج؟ عشان احافظ على الكونتاكت ما بين الفولور وما بين الكامه. دي فيها مشكله؟ لا. طيب الفولور ده المفروض ان هو بيأدي اي وظيفه معينه، بيفتح فالف مثلا او بيعمل اي حاجه، يبقى هو محتاج اكسترنال ايه؟ في اكسترنال فورس. فالاكسترنال فورس او الاكسترنال لود دي احنا بنسميها بي. يعني الفولور ده مثلا هيزق حاجه باي فورس، يبقى في فورس كمان بتقاوم هنا ايه؟ الحركه بتاعته، فنحطها عندنا في البي. طيب المفروض كمان ان السبرينج ده او الفولور ده ليه وزن، ليه ماس، صح؟ فيبقى الوزن بتاع الفولور كمان بيأثر تأثيره لتحت. يبقى ده كده اللي هو عندنا حاجه اسمها الام ايه؟ الام جي. طيب يبقى مين هو البي؟ الايه؟ يبقى احنا هنا هنعرف الفورسز اللي عندنا. يبقى احنا قلنا ان البي ده احنا بنسميه الاكسترنال ايه؟ الاكسترنال لود. خلاص؟ وقلنا ان احنا عندنا الام ده اللي هو الكتله بتاعت الفولور، يبقى ده كده اللي هو الفولور ماس، والام جي ده اللي هو الفولور ايه؟ الفولور ويت. وطبعا عندنا الكي ده، دي حاجه احنا بنسميها السبرينج ايه؟ السبرينج ستيفنس. وعندنا الدلتا، ودي حاجه احنا بنسميها الاستاتيك ديفليكشن. خلاص؟ وطبعا الواي دي خلاص عرفناها، الواي دي هي الاف اوف سيتا اللي هي بتمثل الايه؟ بتمثل الديسبيسمنت اللي الفولور بيطلع. طيب الفولور ده المفروض ان هو بيتحرك بسرعه منتظمه ولا بيتحرك باكسلريشن؟ باكسلريشن. طيب نيوتن قال ايه؟ سيجما الفورس بيساوي الماس في الاكسلريشن، صح؟ يبقى سميشن الفورس في اتجاه اللاين اوف اكشن بتاعك بيساوي الماس بتاعت الفورورد في الاكسلريشن اللي بيتحرك بيها. طب هو بيتحرك بقى هنا اكسلريشن بقى اللي هي مين؟ الايه. تمام كده؟ فانا هنا ممكن اسمي
الفي دي ممكن اسميها واي دوت، ممكن اسمي الاكسليريشن ديت اللي هي الاي واي دبل دوت. طبعا دوت معناه تفاضل بالنسبه للتايم، لكن هنا مثلا احنا كنا بنسمي اف، ولو عاوز تجيب الفي بتسميها اف داش، تفاضل بالنسبه للسيتا. فهنا الفي اللي هي الواي دوت والاكسليريشن الواي دبل دوت. يبقى سميشن الفورس في الدايركشن ده بيساوي الماس في الاكسليريشن، فبيطلع عندنا ان احنا ايه في الدايركشن ده عندك في فورس بتاعت الكامل ما تنساهاش اللي هي ان كوزاين فاي. يبقى انا اقدر اقول ان احنا عندنا ان كوزاين فاي ده لفوق اللي هو اتجاه الحركه بوستر. بعد كده المفروض ان احنا عندنا ماينس ايه الفورس اللي بتاثر لتحت بقى، الكي في الدلتا بلس الواي ماينس الام جي ماينس البي، ده سيجما الفورس بيساوي الماس في الاكسليريشن اللي هو الام في الواي دبل دوت او اللينير اكسليريشن اللي هي الاي في الاوميجا سكوير. فانا هنا لو رتبت المعادله هتوصل المعادله دي، ودي بتبقى جيفن في الامتحان. يبقى احنا عندنا ان كوزاين فاي بيساوي ام واي دبل دوت بلس الكي في الواي زائد دلتا بلس البي بلس الام جي. كامله في مشكله؟ ايه الحاجات اللي عندنا في المعادله دي؟ الان دي اللي هو الرياكشن، والفاي ده اللي هو البريشر انجل، والام اللي هو الفورور ماس، الواي دبل دوت دي اللي هي الاكسلريشن اللي هي عباره عن الاي الصغيره في الاوميجا سكوير. وعرفنا الاي دي احنا بنجيبها ازاي؟ انت تاخد الاف في سيتا تفاضلها مره جبت الفي تفاضلها مره جبت الفي سمول الاي سمول. هنا الكي سبرينج ستيفنس في الواي اللي هو الاف في سيتا بلس الدلتا، وهنا البي وهنا الام ايه؟ الام جي. كان ده في مشكله؟ ده كده اللي هو الجزء بتاع الكام دايناميك، ده اللي هو الدرس الايه؟ الدرس الثاني في الكام. طيب المفروض ان احنا حاطين السبرينج ليه؟ عشان نحافظ على الكونتاكت او ما يحصلش سيباريشن. طيب لو حصل سيباريشن ايه اللي بيحصل؟ يعني لحظه الفصل وكده كده في رياكشن ما بينهم نتيجه ان هما الاثنين ضاغطين على بعض او في بينهم تلامس في رياكشن. طب لو حصل سيباريشن الرياكشن يكون بكام؟ بزيرو. يبقى هو لما يقول لك احنا عندنا سيباريشن يبقى المفروض ان احنا نحط الان دي بكام؟ الان دي بصفر. عشان نمنع السيباريشن خلاص، يبقى احنا بنقول هنا ان احنا عشان نمنع عمليه السيباريشن او عمليه الفصل ما بين الكام والفورورد المفروض ان الان ده يكون اكبر من او يساوي زيرو. طيب لو حصل سيباريشن بقى او لحظه الفصل، يعني لو جه في المساله قال لك ان احنا هيحصل عندنا سيباريشن، يبقى ده معناه ايه؟ ان الان بتحطه بكام؟ بصفر. طيب ايه المسائل اللي ممكن تيجي في الجزء ده؟ اول حاجه ممكن يطلب منك احسب لنا الكي كريتيكال. يعني ايه الكي كريتيكال؟ انت دلوقتي حاطط السبرينج ده عشان تحافظ على الكونتاكت ما بين الفولور والكاف. طب ايه اقل قيمه للكي تحافظ على التلامس؟ ما انت هنا الكي دي المفروض السبرينج ده هيتضغط فهيأثر عليه بايه؟ بفورس. فالكي كريتيكال دي اقل قيمه للسبرينج ستيفنس اللي تحافظ على التلامس وما تعملش عمليه السيبريشن. تمام؟ طيب خصوصا اثناء الشوط بتاع الرايز. كده كده الشوط بتاع الريتيرن هم نازلين، هو كده كده نازل تحت تاثير وزنه، ده الطبيعي. انما في شوط الرايز انت بتتحرك عكس الايه؟ الجرافيتي. فالسيبريشن الاحتمال الاكبر بتاعه بيحصل فين؟ في الصعود مش في الهبوط. طيب عشان تحسب الكي كريتيكال هتجيب ايه؟ هتقول لك تتخيل ان انا عندي كيس ان الان بزيرو لسه ملهاش رقم، يعني مجرد ان هم لامسين بعض من غير ايه؟ من غير ما يضغطوا على بعض، فالان ده نحطه بصفر. فتروح للايكويشن اللي عندك دي، الايكويشن اللي عندنا اللي هي كانت ان كوزاين فاي مفهوم ان هو بيساوي كي في الدلتا بلس الواي، وهنا عندنا بلس البي بلس الام ايه؟ الام جي، وهنا كمان عندنا ام واي دبل دوت. وهبدا ان انا اعمل ايه؟
احط ال n كوزاين فاي ده بزيرو. احنا المطلوب هنا ان احنا نحسب ال k كريتيكال او ال كريتيكال ايه؟ ال كريتيكال سبرينج ستيفنس. فانا لو حطيت ال n كوزاين فاي ده بزيرو تمام، هيطلع ان احنا عندنا ايه؟ ان ال k كريتيكال ده المفروض ان هو بيساوي، باقي الحاجات دي كلها تروح هناك بعكس الاشاره، يبقى احنا عندنا نيجاتيف b بلس ام جي بلس ام واي دبل دوت، وبعد كده اقسم على اس زائد الدلتا بلس الواي. خلاص طيب كده الكي كريتيكال ده هيطلع نيجاتيف؟ لا مش هيطلع نيجاتيف ولا حاجه، عشان تربل اكسلريشن ده هيطلع ايه؟ هيطلع بالنيجاتيف. فالنيجاتيف ده هي ايه؟ هيخليه في الاخر بص. طيب دي حاجه. طب ممكن كمان يجي يقول لك لو احنا عاوزين نحسب التورك اللي احنا محتاجينه، لو انا عاوز اجيب التورك اللي انا محتاجه اعمل ايه؟ هنتخيل ان احنا الكفاءه اللي عندنا 100%. المفروض ان ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ انت الميكانيزم اللي بتاعك بيحول حركه دورانيه لحركه خطيه، صح؟ طيب الميكانيكال باور في حاله الروتيشن تحسبه ازاي؟ يعني احنا لو جينا نقول حاجه بتلف وعاوز تحسب لها الباور، الباور كان ايه؟ تورك في اوميجا، صح كده؟ يبقى الباور تورك في اوميجا. طيب لما يكون حاجه بتتحرك لينير بقى اف في الفي، يبقى التورك في الاوميجا المفروض ان هو بيساوي الاف في الفي. طبعا التورك في الاوميجا ده اللي هو مين؟ الكامه، وهي نقله الحركه لمين؟ للفورورد. يبقى ده كده اللي هو الايه؟ الفورورد. كان الباور 2 بالظبط زي ما هو، ده الافشنسي كام؟ 100%. طيب فاحنا بنقول هنا ان التورك في الاوميجا المفروض ان هو بيساوي، طيب الفورس دي اعمل ايه؟ الفورس دي احنا بناخد يا اما تاخد الترم ده اللي محرك، ما هو الكامه دي عشان تحرك الفولورد اثرت عليه بالفورس ان كوزاين فاي، او ديت اللي جت من الكامه للفولورد، او تاخد المناظر ليه اللي هو كل الايه؟ كل الترم ده، يا اما السايد ده يا اما السايد ايه؟ السايد ده. طبعا السايد ده بيبقى صعب ان احنا نحسب الايه؟ صعب ان احنا نحسبه، فاحنا بنشتغل بالايه؟ بالسايد ده. انا الفورس بالنسبه لي هي عباره عن ممكن نقول الام في الجي بلس الواي دبل دوت، وهنا كمان عندنا الكي في الدلتا بلس الواي بلس البي. بس كده؟ يبقى دي كانها تعادل الفورس اللي الكامه اثرت بيها او نيلتها للفورورد، والكلام ده هنضربه في الفي. طيب مين الفي اللي كان عندنا اصلا في الايكويشن؟ لو احنا رحنا هناك هنلاقي ان الفي ده هو عباره عن الفي الصغيره في قيمه الايه؟ الاوميجا، صح كده؟ وبالتالي احنا ممكن نكنسل الاوميجا اللي في المعادله دي مع الاوميجا اللي في المعادله دي، ويبقى انا عندي التورك بيساوي الكلام ده. طبعا لاحظ حاجه ان الكلام ده فيه الواي وفيه الواي دبل دوت. الواي ده اصلا فانكشن من السيتا، يعني كل السيتا ما بتتغير الواي بتتغير، وكذلك الواي ده بالضبط اللي هي عباره عن الاي في الاوميجا سكوير، والاي دي برضه فانكشن من السيتا، صح؟ يعني انا هيطلع عندي ان التورك ده معادله فانكشن من الايه؟ من السيتا. فاما هو يطلب منك حاجه صغيره، يعني يقول لك احسب لي التورك عند زاويه بكذا، يبقى مديك قيمه السيتا، ساعتها تجيب تجيب الاف عند الواي عند الزاويه السيتا دي، والواي ده بالضبط عند الزاويه السيتا، او ان هو يطلب منك الماكسيمم تورك. ساعتها طبعا لو طلب الماكسيمم تورك هتفاضل التورك بالنسبه للسيتا وسواء بزيرو، وتحل تطلع السيتا، وبعد كده ترجع تجيب مين؟ تجيب قيمه التورك. خلاص؟ كان في مشكله؟ طيب هناخد مساله على الكلام ده. لفت 30 مللي، الرولر ريديوس ب 8 مللي، البيتا رايز 120 ونوعها سايكلويد، السرعة الدوراني كام؟ 1200 ار بي ام، السبرينج ستيفنس ب 20، الماكسيموم ديفليكشن 5 مللي، الاكسترنال لود ب 100 نيوتن، بيحصل سيبريشن عند 80 درجة، عاوزين نحسب الماس بتاعة الايه؟ الماس بتاعة الفولور. طبعا لو احنا جينا هنا لما كل ما يدخلك بقى في الفورسز يبقى انت ما عندكش غير القانون بتاع الفورس. فانا هكتب القانون بتاع الفورس واشوف ايه اللي انا محتاجه. يبقى احنا هنا عندنا ان كوزاين فاي المفروض ان هو بيساوي ام، الام دي عندنا جي بلس واي دبل دوت، دخلت الترمين مع بعض، وهنا عندنا الكي واي بلس دلتا، وهنا عندنا البي. طيب هو مديني الزاويه اللي بيحصل عندها السيبريشن، فالزاويه اللي بيحصل عندها السيبريشن يبقى انا الترم ده ايه؟ الترم ده خلاص السيبريشن المفروض الام بيكون بزيرو.
خلاص يبقى انا هشتغل عند سيتا 80 وده سيبريشن يبقى خلاص. المطلوب الام بتاعت الفورورد اللي هو الترم ده. الجي دي اللي هي عجله الجاذبيه اللي هي 9.8. طيب الواي دبل دوت ده عباره عن ايه؟ المفروض الاكسلريشن فيه الاوميجا سكوير. يبقى انا محتاج الاكسلريشن دي بكام؟ اللي هي الاس صغيره اللي هي ريديوس اكسلريشن. والاوميجا طبعا هو مدينا ان سرعه دوران الشفط 1200. يبقى الاوميجا دي اللي هي 2 باي في 1200 على كام؟ على 60. الكي اللي هو السبرنج ستيفنس مديهولي. والواي ده اللي هو عباره عن الاف اوف سيتا. دي ايه؟ محتاجينها برضه. والستاتيك ديفليكشن مدالنا ب 5 مللي ومدينا البي. يبقى انا بس واقف على مين ومين؟ واقف على الاف اوف سيتا وواقف على الاي الصغيره دي. عشان اجيب الاف اوف سيتا والاي لازم اعرف نوع الحركه ايه. فهو قال لي نوع الحركه سايكلو. يبقى احنا هنيجي هنا هنقول ان احنا في شوط الرايس ايه نوع الحركه اللي عندنا؟ هنقول ان احنا كان عندنا سايكلويد موشن. طيب السايكلويد موشن انا بعرف المعادله بتاعتها ازاي؟ سايز فيها الساين. طيب حد يملينا كده يبقى الاف اوف سيتا تطلع بكام؟ ال سيتا على بيتا سيتا على بيتا ناقص 1 على 2 باي 1 على 2 باي ساين 2 باي 2 باي 2 باي سيتا على بيتا 2 باي سيتا على بيتا. المشكله واحنا طالما في شوط الرايس يبقى دي بيتا رايس وبيتا رايس. بدل ما يفضل القانون كده كبير نعمل ايه؟ اعوض بالبيتا رايس. فالبيتا رايس هو كان قايل لي ان هي 120 اضرب ال 120 في باي على 180 وعلى ال 60 فيها ال 2 على ال 60 فيها ال 3 فدي تطلع كام؟ 2 باي على ال 3. فلما انا اشيل البيتا رايز واكتب 2 باي على ال 3 2 باي راحت مع ال 2 باي فضل كام؟ 3 سيتا. يبقى احنا عندنا هنا الاف اوف سيتا المفروض بيساوي ال طبعا ديت ممكن تعوض برضو عنها او ممكن تسيبها عادي يعني براحتك. يبقى سيتا على بيتا رايز ناقص 1 على 2 باي ساين ايه؟ كام؟ 3 ماشي؟ هي طبعا بيبقى الجزء ده هو الايه؟ اللي بيعمل لنا كعبله عشان اصلا لما تيجي تفضله هتضربه بره تاني. فتفضل كل شويه تضرب رقم كبير بقى. طيب هجيب الفي اللي هو التفاضل ده فيطلع كام؟ تفاضل بالنسبه للسيتا يبقى عندنا هنا ال هنا عندنا 1 على بيتا رايز وهنا التفاضل ده هيطلع كام؟ هيطلع ناقص 3 على 2 باي وهنا عندنا كوزاين 3 سيتا. بعد كده؟ بعد كده هجيب الاكسلريشن افاضل مره كمان بالنسبه للسيتا. فالترم ده خلاص مفروض سيتا هيروح والترم ده فيه كوزاين هيبقى بوزيتيف وهنا هيبقى عندنا 9 على 2 باي وهنا عندنا ساين 3 سيتا. يبقى انا كده جبت الفي الاف والفي والاي. طيب اجي بقى اعوض عن سيتا ب 80. يبقى انا هقول عند سيتا سيبريشن اللي هي بيساوي 80 ايه؟ 80 درجه. عاوز اطلع القيمه بتاعت الواي، مين الواي؟ الواي اللي هي الاف اوف سيتا. وعاوز اطلع قيمه الاكسلريشن الاي الصغيره تمام بكام عند الزاويه دي؟ طيب فهنا الواي هتطلع 24 و 13 من 100 ملي متر. طيب الاي دي هو انا مش جايب الاي انا جايب الواي دبل دوت كلها على بعضها اللي هي عباره عن الاي في الاوميجا سكوير ودي هتطلع عندنا بسالب 587 587 و67 بس الوحده بتاعتها متر كل سكند سكوير. ماشي كده؟ طيب يبقى خلاص هو القانون اللي عندك ده كده تقدر تعوض خلاص. يبقى انا هقول الترم اللي هو الليفت هاند سايد ده بزيرو. الام دي احنا محتاجينها. الجي اللي هي 9.8. الواي ده بالدوت اللي هي طلعت هنا نيجاتيف تعوض عنها باشارتها 587 و67 بلس الكي اللي هو السبرنج ستيفنس. ده طبعا كانت 20 نيوتن لكل ملي تقريبا لان ده كده رقم صغير قوي. ده كده 20 نيوتن لكل ملي متر.
فكل ترم مفروض في المعادله يبقى بنيوتن، هنا كيلو جرام فالاكسلريشن يبقى متر على السكند سكوير. طيب انا هنا هحط الكي بوحده نيوتن لكل ملي، يبقى دي اتضرب جوه القوس يبقى ايه؟ عشان يطلع نيوتن ملي، فانا هاخد الدلتا ب 5 ملي متر، وهاخد الواي زي ما هي كده من غير تحويل 24.13 ملي. خلاص بلس البي، البي عندنا بكام؟ 100 نيوتن. المي ب 100 نيوتن، يبقى احنا كده نقدر نطلع الماس بتاعه الفولور، وهيطلع الماس بتاع الفولور ب 1.2 كيلو. تمام؟ حد فاهم حاجه؟ بص انا دلوقتي عاوز كل قوس من الاقواس دي وحدتها نيوتن صح؟ تمام. فالماس دي كده كيلو جرام، فده لازم يتضرب ايه؟ متر على السكند سكوير، عشان يبقى كيلو جرام في متر على السكند سكوير ده في نيوتن. ولازم الواي دبل دوت ده تحطه متر على السكند سكوير، لكن هنا مثلا الكي كان مديلي نيوتن لكل ملي متر، فانا حطيت الواي بالملي متر وحطيت الدلتا بالملي متر بحيث لو اتضرب يديني نيوتن برضه. فاهم؟ طيب حد عنده سؤال يا جماعه؟ حد عنده سؤال عموما في السيري قبل الامتحان؟